اللوائح. دكتور محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن عبد الحميد، وتحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ محمد ابو سيف. يعني على المستوى يا دكتور الشخصي حضرتك وحشني جدا الاول يعني، وكل سنه وحضرتك ربنا طيب. يخليك، ربنا يخليك. ما تحلنا النزاع اللي احنا فيه ده. والله طبعا يعني زي ما تفضل الاستاذ محمد ابو الخير وقال، مفيش اي اشكاليه فيما يتعلق بموعد انعقاد الجمعيه العمومية. وانا شرفت بالمشاركه في صياغه الاجراءات الخاصه بهذه الجمعيه وصياغه اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي التي سوف يتم عرضها على الجمعيه العموميه يومي 25 و 26. وكان التوجه ساعتها ان انت بتشتغل على خطاب من الاجراءات ارسل اليك من قبل اللجنه الصحيه المصريه. لم يحدد في هذا الخطاب اي شيء غير النظام الذي يجب ان تنعقد به الجمعيه العموميه، وهو 12500. تمام. وبالتالي كان يحق للنادي الاهلي في هذه المرحله ان هو يحدد موعد، انت تعملها بقى يوم، تعملها يومين، تعملها من الصبح يعني وات ايفر، انت هتمشيها ازاي وفقا لعمليات التصويت وهكذا. ما كانش في اي قواعد التزاميه من في هذا الخطاب على ميعاد وموعد وطريقه التصويت في هذا الاجتماع. بالظبط. وهو الاصل ان اللجنه الاولمبيه لا تستطيع ان تفرض اي الزام على المؤسسات الرياضيه. حلو قوي. واحنا لما كنا بنقول ان سلطه اللجنه الاولمبيه تتمثل في ادارتها للرياضه البطوليه، الكلام ده بس يعني عايز استاذ محمد يبقى معايا فيه. معايا. لما كنا بنقول كده انا واحد من الناس، كنا بنقول ان سلطه اللجنه الاولمبيه تتمثل في اداره الرياضه البطوليه وفقا لنص الماده 3 من النطاق الاولمبي التي تدرج الانديه ضمن منتسب الحركه الاولمبيه. دي معناها ان الانديه واللاعبين والمدربين والاداريين والحكام والاتحادات اذا تعرضوا لانتهاكات او اي اشكاليات او اي تدخلات في اعمالهم، من يقوم بحمايتهم هي اللجان الاولمبيه الوطنيه. تمام. مش معناها ان اللجنه الاولمبيه الوطنيه تتدخل في اعمال الجمعيه العموميه. تمام. لان وفقا لهيكله الاداره في هذه المؤسسات، الانديه هي التي تكون الاتحادات، والاتحادات هي التي تكون اللجنه الاولمبيه، ومن ثم فانهم كلهم جمعيات عموميه زيهم زي بعض، لهم حقوقهم ولهم واجباتهم، وبالتالي لا يجوز للجنه أو الاتحاد مكونين لهذه الهيكلة أن يتدخلوا في أعمال الجمعية العمومية. تمام. والقانون كان أخطأ في هذا، إنه ألزم حتى بالنصاب، ولكن إحنا كمشيان إن أنت لازم تمر هذه المرحلة، تم التجاوز على هذا الأمر، ولكن أنت كلجنة أولمبية بتحط نظام استرشادي للأندية اللي هي مش عارفة تصير لائحة، لا يجوز. تحط نظام لائحي توجهي بيه الناس، لا يجوز، ولكن ما تقوليش باي صوره او باخرى، ولا يوجد مظله قانونيه الزاميه تقول لك ان لو هو ما جاش ال 12000 ونص فلائحتي هي اللي تبقى. بالظبط. مفيش حاجه بتقول كده في اي قواعد في العالم. بالظبط. فاحنا بنقول ان وفقا للقواعد القانونيه الدوليه التي احالت لها نص الماده 84 في الدستور المصري ان الرياضه كلها تلتزم الان بالقواعد الدوليه، لا يوجد اي الزام على جمعيات عموميه من قبل اللجنه الاولمبيه الوطنيه الا اذا خالفت اللوائح التي تقرها هذه المؤسسات الميثاق الاولمبي. وانت لا خالفت لوائح ولا عملت حاجه. انت ولا بالعكس لائحه الاهلي يعني لائحه اتمنى ان اعضاء الاهلي يقرؤوها جيدا، لائحه صيغه وفقا للقواعد العالميه شرفت كان فيها قامات قانونيه كبيره، الاستاذ رضاي عطيه، الاستاذ معالي المستشار عبد المجيد محمود، قبل كده معالي المستشار اسامه انديب. فالناس تقرا لائحه تليق باسم ومكانه النادي الاهلي، تليق باعضائه الكبار في هذا النادي والمؤسسه العريقه. الناس تقراها بتاني، لائحه بتدي حريه في عمليات التصويت، بتدي اعضاء الفروع طريقة الانتخاب يكون في مقراتهم تسهيلا على الناس، تجيب 50000 و40000 و30000 مواطن ازاي في مقر زي الجزيره؟ انت عاوز تعظم دور الجمعيات العموميه، قول لهم انتخب في مدينه نصر، انتخب في الشيخ زايد زي الدستور وزي اعضاء مجلس الشعب، كلهم في كل واحد بالظبط في مقر موطنه وسكنه. بالظبط بالظبط. يعني برضو حاجه فعلا غريبه يا دكتور محمد. طب ايه الهدف يا دكتور محمد؟ ايه اللي حضرتك شايفه من مثل هذه العراقيل؟ شوف حضرتك، هي الفكره طبعا انت بتنتقل من قانون قديم لقانون جديد. القانون القديم كنت بتعطي السلطه للجهه الاداريه المركزيه في اقرار اللوائح. تمام.
وبتنتقل دلوقتي ان انت بتنقل نفس السلطه الى اللجنه الاولمبيه. المفاجاه ان الميثاق الاولمبي باكمله واتحدى اي شخص ان ياتي بنص يخالف ما اقوله لم يقل على الجفرننس انترست، ما اتكلمش على التدخل الحكومي، اتكلم على ان اللجان الاولمبيه الوطنيه تشمي المؤسسات الرياضيه من اي سلطه تتدخل في اعمال جمعياتها العموميه. لم يحدد. فما ينفعش الميثاق يقول لنا كده وانت تيجي كلجنه اولمبيه مثلك في هيكله النظام الرياضي زيك بالضبط زي الاتحادات والانديه مؤسسه اهليه ذات شخصيه اعتباريه مستقله ان تفرض على جمعيه عموميه تبلغ 120 ألف عضو وأكثر نظام. ده مش موجود في أي حتة في العالم. ولا يستطيع أي مؤسسة اللجنة الأولمبية الدولية نفسها ما تقدرش تفرض على اتحاداتها الدولية اتحاد كرة القدم الدولي تقول له نصابك كذا وجمعياتك تنعقد كذا والتصويت بالطريقة الفلانية ما تقدرش. محدش يقدر يعمل كده. لكن أنت تتدخل اللجنة الأولمبية كابتن عبد الحميد حسن تمام عضو لاعب في النادي الأهلي تعرض لانتهاك لعنصرية أو لتمييز أو لظلم أو 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 يروح يشتكي فين الكابتن عبد الحميد حسن؟ يشتكي للاتحاد تمام ما أجابهوش، يشتكي للجنة الأولمبية تحمي الأعضاء تخش في مخالفات الميثاق لكن إنها تقول لك خلي بالك أنت لو ما جبتش كذا تبقى كذا تمشيًا مع ذلك القانون ماشي خلاص هيمر مش هتقدر تنتقد دلوقتي ولا تطعن عليه ولا الكلام ده كله ولكن أنت بعت لي قواعد إجرائية في شهر 6 وشهر 7 لا تحدد فيها طريقه انعقاد ولا طريقه تصويت ولا موعد اتباع ثم بعد ذلك نادي يمشي على هذه القواعد ويضع اجراءاته تتدارك انت الامر بخطاب جديد ده ماذا يسمى في النظام الاداري عشان كده بسال حضرتك يعني انا عشان كده بسال حضرتك ليه يعني انا بحاول اسهل لك الكلام اللي فرضته عليا اللي هو مش مظبوط اساسا ومش متفق مع القواعد العامه او القوانين العامه فانا بسهل لك حاجه مش مظبوطه اساسا فليه بتحط لي عراقيل ثانيه هو بقى ممكن يكون افتكر انه اخطا فتدارك يعني هي يعني دي عامله بالظبط انا بمثلها احنا اتفقنا ان احنا شاركنا الحديث كره القدم كره من 12 لقيت نفسك هتتغلب بعد كده نقلبها ما ينفعش انا عايز اسالك يا دكتور على حاجه اتفضل يا فندم ماذا يحدث اذا عقد النادي الاهلي جمعياته العموميه على يومين يعني ايه الاشكاليه هنا من اللجنه الاولمبيه ولا ماذا يحدث كضرر ولا ماذا النادي الاهلي النهارده عمل الجمعيه العموميه بتاعته على يومين كويس في حين اللجنه الاولمبيه ارسلت خطابه بتقول له على يوم كويس هل يوجد نص قانوني في القانون او في اللائحه تمنع الانديه بتاعتها تعمل الجمعيه العموميه على يومين خالص هو الدكتور محمد قال اتفضل يا دكتور الماده 4 يا استاذ محمد الزمت اللجنه الاولمبيه الوطنيه فقط بتحديد النصاب وده كمان مستحيل ولكن انت خلاص امام قانون اصبح ساريا فمش هنقدر تعترض عليه دلوقتي تمام فبالتالي وفقا للقانون مفيش لائحه اللائحه الاسترشاديه دي لا يعتد بها حاليا خالص لا يعتد بها الا في حاله عدم اكتمال النصاب فتصبح ساريا ولكن لا ينظر اليها اي احد دلوقتي فوقت ارسلت الجواب الاولاني قبل اقامه الاهلي لدعوته لم يذكر ده بالعكس قال لي مجلس الاداره يحدد طريقه التصويت بالظبط وطريقه النظام بالظبط حضرتك مفيش اي مؤسسه دوليه في العالم تستطيع ان تأجبر مؤسسه دوليه مماثله بان هي تقول له اجتماعك يوم او يومين مفيش ده في العالم لا يوجد في العالم هذا النظام نحن بنقدم نموذجا فريدا في تدخل الهيئات الاهليه في عمل بعضها الكلام ده مش موجود في العالم والناس اللي هي بتفسر المادة 3 من الميثاق الأولمبي إن الكلابس تندرج تحت الأولمبيك موفمنت أو في الحركة الأولمبية لا تدرك معناها بصحيح العبارة الأندية تندرج تحت مظلة ومنتسب الحركة الأولمبية انطلاقا من حماية اللجنة الأولمبية وليس تحكما من اللجان الأولمبية في عمل هذه المؤسسات وطبعا المعنى كبير بين التعبيرات طبعا فرق كبير جدا فرق شاسع أساسا كمان إذا يعني ما فيش مشكلة يا دكتور إذا ما فيش مشكلة اللي أنا فهمته كده إنه لا توجد إشكالية في عقد النادي الأهلي لجمعيته العمومية على مدار يومين لا يوجد ما يمنع قانونا لا يوجد ما يمنع لوائحيا نعم
جمعية النادي الأهلي جمعية عمومية صحيحة ودعوتها دعوة صحيحة وفقا للقواعد والأحكام الدولية التي نص عليها الدستور المصري، تمام؟ انت رايح لمعايير دولية، ولا يوجد في العالم ما لم يقول أن اللجان الأولمبية الوطنية تتحكم وتدخل في انعقاد تلك الجمعيات، هي تتحكم وتدخل في فكرة نظام استرشادي ليس ملزما، وتدخل في حالة مخالفة تلك المؤسسات. يعني مثلا تيجي مثلا لائحة الأهلي تقول أنا هلاعب مثلا تمييز، هعمل اللعيبة اللي هم السمر ما يلعبوش في النادي الأهلي بالظبط بالظبط، يخالف الميثاق الأولمبي، عنصرية، تخش اللجنة الأولمبية لو سمحت عدل، لأن ده يخالف الميثاق بالظبط. لكن أنا بعمل جمعيتي أجيبها ب 2000، أجيبها ب 5000، أجيبها ب 10000، أجيبها حتى لو هي الأصل في الجمعيات العمومية إذا لم يكتمل النصاب الأصل والعرف الرياضي، إن في حالة عدم اكتمال النصاب فده يعتبر تفويض من قبل الجمعية العمومية لمجلس الإدارة. والدليل على ذلك أنت في انتخابات الدستور وفي في التصويت على الدستور وانتخابات الرئاسة وانتخابات مجلس الشعب، أنت بتخرج بعدد ما قالكش ابدا ان انتوا لو ما خرجتوش 20 مليون يبقى الدستور مش منعقد، او عضو مجلس الشعب ما قالكش كده، انت عندك عدد بيخرج بتكسب باغلبيه من خرج باغلبيه من حضر. مفيش فكره الالزام دي جابت منين؟ من ايه السند الشرعي ليها؟ القوه اللي استمدتها اساسا من فين؟ يعني القوه المستمده من فين؟ مش عارف اي معيار دولي من اي نص دولي، يعني ما فيش الكلام ده خالص في الميثاق. هو دكتور عمرنا اول مره اسمع عن لجنه اولمبيه. انت بتشمي النادي لانه منتسب ليك، لكن ما بتتدخلش في شؤونه، أكيد. ما بتتدخلش في جمعيته، اكيد اكيد اكيد. يعني دكتور، هو السؤال اللي هنرميه في ملعبهم، ليه مش يومين؟ ما سؤال بسيط جدا، يعني حضراتكم قولوا لنا ليه مش يومين بس. والتفسيرات ان الاجتماع اجتماعا، مفيش الكلام ده يا جماعه، مفيش حاجه اسمها الاجتماع ده ممكن ان يكون لمده اسبوع، ممكن تعمل ده. احنا حتى في مجال يعني يمكن استاذ محمد يعلم ذلك، في مجال الاجتماعات يقول لك اجتماع مجلس الاداره اجتماع ممتد بالظبط، ما بتقفلوش الا لما بتقفل محضر الاجتماع بالظبط. يعني فكره بقى الاجتماع والاقتراع مدخليننا في تفسيرات قوانين مدنيه الرياضة ليس لها علاقة بتلك التفسيرات بالزبط. الرياضة تخضع تفسيراتها لقواعدها الدولية وأحكامها الدولية، تمام؟ غير كده ما يبقى غلط. دكتور محمد فضل الله، يعني خبير لوائح، نورتني وشرفتني، وإن شاء الله تنورني هنا في الاستوديو ونعمل حلقة مميزة ونوضح فيها برضو الكثير من المفارقات والمغالطات. شكرا جدا لحضرتك.